كان جدي في حياته يملك أرضا وأولادا وبنات. قبل وفاته سجل الأرض باسم والدي، وبعد فترة من وفاته قام والدي بتصليح الأرض، زرع فيها نخلا وأنتجت الأرض والحمد لله. وبعد فترة طويلة من الزمن جاء عمامي وعماتي قالوا لهم نصيب في الأرض والنخل، مع أن كانت الأرض لا يوجد بها نخل في حياة جدي، هل لهم نصيب أم لا؟ إذا كان لهم نصيب فكيف تقسم الأرض والنخل مع العلم لا لهم مساهمة في تصليح الأرض والنخل؟ المرجو منكم الإفادة، جزاكم الله كل خير. هذه قضية خصومة بين طرفين. نعم. كل يدعي بدعوى، والخصومات مرجعها إلى المحاكم الشرعية وليس من خلال هذا البرنامج. نعم. إنما هنا هي وجهة نظر واحدة. نعم. وتفتقد إلى وجهة نظر الأخرى. نعم. إيه نعم. نعم.